اسمعوني على هذا المشروع في الخير. وانت وياك عربشوا على هذا المشروع بسرعة برد. احمد روح جيب لي بقية العناصر الحامل. حاضر سيدي. وائل تعال معي. حاضر سيدي. شوفوا يا شباب بدكم تفتحوا عيونكم مزبوط ها؟ ما بدنا يهرب او يفلت من بين ايدينا. وإذا اضطريتوا لإطلاق النار بتقوسوا على رجليه بس، مفهوم؟ مفهوم سيدي. طيب، أنتوا الخمسة ينتشروا بحارة أشوف. وأنتوا حاولوا. شوفي قوم اسمع الباب عم يندق. انو باب؟ شو انو باب؟ باب بيتنا انو باب؟ قوم. ليش مين عم يدق الباب؟ زكي شو بيعرفني مين انا شو بيعرفني؟ قد ايه ساعة هلا؟ بتطلع لفوق الوحدة تنتين. غريبة، مين عم يدق علينا بنصاص الليالي؟ لك قوم شوف مين بسرعة الباب رح ينخلع. طيب وينك؟ روحي انت وقفي ورا الباب وسألي مين. لك انا ركبي صارت تقصف قصف ما عاد استرجيت حرك ولا خطوة. قوم بقى. يا لطيف شو جبانه وخويفه، يعني هلأ إذا قلتي مين شو رح يصير لك؟ وما تقوم حضرتك بتشوف مين؟ حاضر رح قوم، والله لو كنت بعرفك جبانه وخويفه ما كنت تجوزتك. إيه أنت الثاني. نكسر باب سيدي؟ لا 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 تكسروا، استنى شوي. سيدي شو رأيكم نلحش عليهم شي قنبلة صوتية؟ إلى حشك وحدة تسهل أمرك، كنت تلتحش قنابة، داع الباب لشوف ده. مين عم يدق؟ ها ردوا، افتح الباب اوام. مينو انتو؟ لك افتح الباب بسرعة ولا؟ طيب رح افتح، بس فهموني بالاول لو سمحتوا، مينو انتو؟ رح عد لثلاثة، إذا ما فتحت الباب ما فجروا تفجيروا بنفتحوا ها؟ هات تعولني قنبلة مزيلة للدموع لشوف. قولي قنبلة؟ لك روح افتح له باب اللي بيفجروا البيت فينا بسرعة. بلشنا نعد ها؟ واحد لحظة لا تعدوا، وقفوا العد وقفوا العد. أعوذ بالله على الشوفة، اللهم لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك رد اللطف فيه. أنت المدعو زكي بن عبدو فلفلي؟ لا إيه هو لا أنا أنت ولا مو أنت؟ لا أنا سيدي أنا. وأمك اسمها زهرة؟ نعم سيدي اسمها زهرة، بس الوالدة ارتحمت من سنتين، فإذا كانت عاملة شيء لا سمح الله الله يصلحها ويهديها، أو مثلا بدكم منها شيء هي مو هون وأنا والله ما دخلني. لا حبيبي نحن جايين مشانك. من شاني أنا؟ الله يكبر شانكم يا رب. نحن من فرع 999. أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا سيدي، تشرفنا أهلين. ما بتشرف معنا بدون ممانعة أحسن لك. أنا؟ أشرف معكم أنا؟ لكان أنا؟ حطوها السيارة بسرعة لشوف. قولي على أمتي مخابرات. أنت جيب له هويته وتيابه الحاني أشوف. حاضر سيدي. احترامي سيدي. أهلا، شو أخبار الدبور؟ صار بالأنينة من مبارح بالليسي. قاومكم؟ ما أعطينا فرصة سيدي، لأنه باغتنا مباغتة وهجمنا عليه مثل هذا المستعجل. برافو عليكم. جهزتوا للتحقيق؟ طبعا سيدي، من مبارح لليوم بيكون استوى وجاهز ليعترف بكل شيء. بعتيها. ألو يا فراس، جيب الدبور وتعال عندي. أخيرا وقعت يا زكي. ولك انت مين مفتكر حالك ها؟ يعني مفتكر حالك رح تفلت من بين ايدينا؟ ولك حلكن بقى تعرفوا انه نحن الفرع 999، يعني الدبان الازرق ما بيفلت من بين ايدينا. فهمت؟ يا سيدي اخلصوا لك. نعم حاضر اخلصوا ست حلال. حاضر سيدي. وما بتحكي ولا كلمة لحتى اسألك انا، فهمت؟ حاضر.
عاد اشوف احكي لي قصتك من اولها لاخرها. انو قصة يا سيدي؟ لا تتغاضى وتجذب علينا ولا الانكار ما راح يفيدك اطلاقا. نحن منعرف عنك كل شيء من لما طلعت من الجورة وبلشت تهريب الدخان لهاللحظة هاي. انو جورة يا سيدي؟ الجورة الغربية ضيعتها. بس انا يا سيدي مو من الجورة الغربية. لك يا منين انت ولا؟ من ضيعت بستان القرود سيدي. شو هالحكي؟ هات هويتك لشوف. اخذها مني الاخ. ما 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 هاي هويتك سيدي. والله الزلمة عم يحكي مظبوط. يبدو في تشابه اسماء بينك وبين مجرم خطير عم ندور عليه. يعني انا ما لي علاقة سيدي؟ لا والله ما لك علاقة. يعني بريء سيدي. بريء. تفضل 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 تاع شرب. شو بتشرب قهوة ولا شاي؟ شكرا يا سيدي ما بدي اشرب شيء. شوف يا اخ زكي انت الحق عليك، كان لازم اول ما اجيت على فرعنا تحكي وتقول انك من ضيعة بستان القرود، كنا اطلقنا سراحك فورا وما نيمناك الليل. سيدي ليش الشباب خلوني افتح تمي بحرف واحد؟ الله وكيلك ازدلق جلدي من كتر القتل والنار. اي بسيطة بسيطة، زرع بدقني هالمرة. هيك اخطاء بتصير عادة، يعني شغلة عادية. وكل اللي بتمناه منك انك ما تحكي ولا حرف لما بتطلع من هون، ولا تجيب سيرة لحدا باللي صار معك. يعني هالكم كف واللبطة والنعرة والرفسة يعني مو محرزين حكى فيهم قدام حدا. بعدين لا تنسى انه نحن عم نشتغل لمصلحة الوطن، واذا الواحد اكل له كم كف في سبيل الوطن ما لازم ينزعج ابدا. خلاص سيدي انا مو مجعوز ابدا، بس لو تكرمتوا خلوني ارجع لبيتي. بامكانك تتفضل. وايمت ما حبيت تيجي تزورنا اهلا وسهلا فيك، لانه نحن يلي بيزورنا مره بصير صديقنا. منو هذا زكي ابن ابو عبدو فلفلي؟ قال واحد مهرب خطير وعم يدوروا عليه من سنتين. لقوا المصيبة انه اسم امه زهرة مثل اسم امي. العمى على الحظ، يعني لو كان اسمك على اسم شي واحد مهم كان حدا استرجى يقرب عليك. بس يضرب المعتر وعيش تضرب. شايفة رمزية على الوعى البشعة اللي وقعتها؟ تعرف كل الحق على اهلك، يعني كانوا يسموك شي اسم له مستقبل مو يسموك على اسم واحد مهرب. ليش شو عرفهم انه رح يطلع مهرب اسمه مثل اسمي؟ لحظة لحظة انا بفتح. اي يلا يلا. تعال هون. انت زكي بن عبد الفلفلي؟ ايه بس زكي امك زهرة؟ ايه بس امبارح شحطوني. خلاص انا كلمه لا، نحن فرع الاخزان السبعة، منا عليكم حدا تاني شحطوه. كنت عارفهم امبارح، حسني. ما قلتوا شحطوه؟ روح. لي على قابتي ان شاء الله، يعني حرام لو اهله سموا على اسم شي واحد مهم. معلش يا اخي زكي زرع بدأنا هالمره، لانه طلع معنا غلط صغير والمساله كلها عباره عن تشابه اسماء. معروف سيدي معروف، مو اول مره بتصير معي هالشغله. اما بخصوص هالكام كف وهالكام لبطه وهالكام نعره وهالكام رفسي هذول اللي اكلتهم، فالمطلوب منك تسامحنا فيهم، ومثل ما بتعرف لولا الاماليه نحن ما تصرفنا معك هيك. ولا يهمكم سيدنا ولا يهمكم، بسيطنا حصل خير سيدي. ومثل ما بتعرف نحن بالنهاية عم نشتغل لمصلحة هذا الوطن، ولما مصلحة الوطن تقتضي على البني آدم انه يضحي فلازم يضحي وينسى كل شيء. عم تفهم علي يا أخي زكي ما هيك؟ مشان هيك بطلب منك تنسى كل شيء صار معك هون، طبعا مو مشان شيء بس مشان ما تشوف كوابيس. مفهوم سيدنا مفهوم. خلاص ما رح احكي لحدا شو عملتوا فيني، بس خلوني اتيسر على بيتنا سيدنا. مرحى يا اخي زكي مرحى، يبدو انك مواطن متفهم وبتفكر بواقعيه، وانا بحب المواطن الصالح اللي بيفكر بواقعيه، مشان هيك تفضل تيسر على بيتكم. نوم بعد انزكت علي، العمى يا رمزية على القصة، لك راح اندبح يا جماعة راح اندبح. ولي على قامتي عليك يا زكي، بس شو ناوي تعمل؟ رايح دور على هذا المهرب يلي اسمه زكي ابن عبده فلفلة وامه زهرة. لك وين بدك تدور عليه وين؟
ما بعرف، بس صدقيني ما رح ارجع البيت الا لحتى الاقي. طيب وعلى فرض لقيته شو رح تعمل؟ شو بدي اعمل؟ بدي اشرب من دمه، بدي اجيب اخرته، بدي العن ابو قفطاسه، لك بدي اخلص من هالمصيبه بقى. لسه كل يوم والتاني تحقيق وجرجره وشحشطه وبهدله، لك واخرته يعني يا رمزي؟ لامتى بدي ضل عايش هيك؟ تسممت حياتي، تعقدت، خايف يصير معي فصام. لك طول بالك يا رجال، طول بالك، هانت الشغله حبيبي. كل يلي بقيانين ثلاث اربع فروع، يعني ثلاث اربع قتلات وكفاها الله. يا ريت بقدر استنى يا رمزية، ما عاد فيني استنى ولا لحظة، يا انا يا هو. زكي ببوس ايدك لا تروح. لك خليني روح واتيسر بقى، خليني روح. قلت لك بدي روح وما في قوة بتقدر تمنعني، بدي اقطع هالعروق وسيح دمه واخلص منه والتفت لحياتي بقى. بعد هيك رمزية يلا خليكي. زكي يا زكي، زكي يا حياتي يلا بعدين بحكيكي، مع السلامة. مرحبا معلم. أهلا وسهلا فيك. عندك دخان؟ إيه على عيني. شو بتحب، شرق ولا حمراء؟ لا بدي دخان مهرب. ما عنا تقريب. لك أخي لا تخاف شباك، أنا لا لي جمارك ولا لي مكافحة. طيب شو دخانك؟ أنا مو جاي اشتري. لكن شو جاي تعمل؟ جاي بيع، عندي بضاعة بكمية كبيرة وأسعارها حلوة جدا بقى، إذا لازمك شيء قلي. طيب منين جايب البضاعة اللي عندك؟ اخي انت شو بدك في هالشغله؟ المهم انه بضاعه تهريب ومستعد بيعك اياها باقل من السعر اللي عم تشتري فيه. وديش الكميه اللي عندك؟ ولا يهمك قد ما بدك. طيب حبيب غب لك ساعتين ورجع لعندي. ماشي الحال. الله معك. مرحبا معلم. معلم في شخص اجى لعندي من شوي وعرض علي بضاعة، هذا من طرفكم شيء؟ لا ابدا ما عرفته، هي اول مرة بشوفه بحياتي، بعدين شكله غريب كأنه اكل قتلي وجاي. معقول الله يسامحك، معقول اشتري منه قبل ما اسألك؟ اي انا على كل حال قلت له يرجع بعد شي ساعتين. بدك تبعت حدا يشوفه؟ سيدي مثل ما بتأمره. معلم دخيل عينك شو بدي اقول لك؟ شو صار بالبضاعة اللي وصلتك عليها؟ طيب معناتها تبعت لي كم كروز مع زلمتك، خليني مشي حالي فيه. سيدي مثل ما بتأمروا، انتو الأصل. الله معك. يعطيك العافية. أهلين أهلا وسهلا، الله يعافيك. شرف تفضل، هاي البضاعة اللي بعتك يا معلم. يسلم والدين. يا هلا. تمام؟ تمام. في شيء دفع على حساب ولا امشي هلا؟ اي على عيني لحظه شوي. هاي 10,000 سجلهم عندك. ولا همك، معوضين ان شاء الله. دخيلك وينه هذا الزلمه اللي حكيت عنه للمعلم؟ ما بعرف لحدا لما رجع. يعني بده يرجع ولا هذا وش الضيف؟ هو على هو ما قال انه بده يرجع بعد شي ساعتين، بس لهلا ما بين. طيب انا مضطر امشي هلا، بس وينك؟ اذا اجى لعندك هذا الزلمه اعمل مسكول للمعلم، ماشي؟ وخذ واعطيه معه بالحكي ونحن بنتصرف. طيب ماشي الحال. ماشي، بدك شيء هلا؟ سلامة قلبك. يلا خلص. سلم على المعلم. ها الله يسلمك يا رب. انت ليش عم تطلع فيني؟ بدي اقابل المعلم. شو؟ انا معلم زكي ابن عبده فلفله. انت منين بتعرفه؟ لا تخاف، بدي احكي معه بموضوع شغل. ولك شبه قلت لك لا تخاف، يعني لو كنت جمارك او مكافحه او تحري ما كنت اجيت لحالي. طيب المعلم بيعرفك؟ سيدي بنتعرف مو مشكله، بقى لا تصفن كتير، يا اما بتاخذني لحالك يا اما رح ضل ماشي وراك حتى اوصل لعنده. طول بالك طول بالك. لحظة شوي، خد راحتك. مرحبا معلم. معلم الزلمة هون؟ ها؟ معلم تختخ من الضرب شو بعرفني؟ ايه ولا يهمك، ولو معلم بجبر بقدر عليه انا، ولا يهمك.
خلص اصلا هو. حاضر معي حاضر معي مع السلامة. شرف تفضل معي. ها شفت محسنة؟ انت اللي عم تدور علي؟ انت زكي ابن عبده فلفلي وامك اسمها زهرة؟ اي نعم انا. وضيعتك اسمها الجورة الغربية؟ شو عرفك بقى؟ جاوبني بالأول. ايه نعم سيدي الجورة الغربية. وأخيرا لقيتك يا حقير. ولك أنا بسببك تنغصت كل عيشتي، تسممت كل حياتي، صرت حاكي حالي وأنا ماشي بالشوارع، ولك ما ضل فرع مخابرات بالبلد إلا وصرته بسببك. صرت آكل 50 فلقة 200 كف 400 نعرة مشان حضرة جنابك. ولك بدي اخلص منك بقى يا واطي، بدي اخلص منك يا كلب. حاجه بقى عم تشوه لي سمعتي، شهد على روحك ولا شهد. ها ها لا تكون انت زكي ابن عبده فلفلي يلي اسمه امك زهره ما بتشتغل عامل بالبلديه؟ اي نعم انا هو. ابني منيح اللي جيت لعندي برجليك، لاني من زمان عم دور عليك. شايفينه يا شباب؟ شايفينه؟ هذا هو، هذا هو اللي شوه سمعت معلمكم ومرمغها بالتراب وخلاني امشي بالمنطقه بين المهربين والمجرمين وقطعين الطرق وانا مطاطي راسي. الك هم معقول انا زكي بن عبده فلفلي اخطر مهرب بالمنطقه يجيني ثناء وتقدير ومكافاه 200 ليره لحسن السيره والسلوك؟ لك معقول انا يجيني ثناء وتقدير من البلدية والمحافظة لاستقامتي وحسن سيرتي؟ لك الله لا يوفقك، الله لا يوفقك، لا تقتل لي اسمي بالوحل وشوهت لي سمعتي. اسحبوا له جوا، اسحبوا له جوا، اعملوا له اللازم، يلا. يلا بس ايدك ولا ابسط.